هقول لك ايه هدفي. بابا قال لي انا نفسي بنيتي تلعب لعبة دفاع عن النفس. انا كان نفسي العب وبابا كان قلبه يعني رهيف قوي يعني. فهو اللي شجعني لما لقيني ناس كلها بتقول انها شاطرة قوي في تايكوندو كأني بلعب تايكوندو يعني. فقال لا لازم تلعبي يعني شجعني يعني فكرة ان بابا شجعني. فانا اهم حاجة بالنسبة لي ان انا هروح العب رياضة وبستفيد بالوقت ان انا بتعلم دفاع عن النفس. ده اقصى حاجة كانت في بالي ان انا بدافع عن نفسي لو حد اذاني لو حد ضايقني لو اتحطيت في موقف ساعتها هقدر ان انا ادافع عن نفسي. كان شايف بابا ان البنات لازم تتعلم رياضة زي كده حتى مش الولاد البنات لازم تكون تعرف تدافع عن نفسها. الولاد مفيش خوف عليهم اوريدي بيتعلموا لوحدهم باي نيتشر بس البنات مسلمين قوي كل حواراتنا فاهم عادية وبسيطة ورومانسية وكده. فلا كان مصمم في الحتة دي. ما كنتش اعرف يعني ايه اولمبيكس خالص الا لما كان عندي 13 سنه وده كتير يعني. كنت بطلت بقى جمهوريه في 10 سنين 7 سنين و10 سنين و12 سنه و14 سنه لحد بقى وانا عمري 13 سنه اعتقد او 12 مش متذكره بس 13 كنت في فريق تحت 13 سنه وساعتها كانت سيدني. يعني انا كنت اتعرفت على الاولمبيكس قبل كده في برشلونه لما الاولمبيك لما كان الاوبننج حد من قوس السهم رمى الشعله وولعت وكده بس انا ما كنتش عارفه ايه ده صغيره جدا. يعني ده حاجه بس هي ما اعرفش. 13 سنه بقى كان كابتن يحيى علام كابتن طلعت مبروك وهبه في البنات كانوا بيلعبوا في اولمبيكس وانا دول على فكره تايكوندو عشان انا بلعب ودول المفروض بس انا ما اعرفش هم فين مش عندي في النادي بس هم تايكوندو. فبابا جابني واحنا بنتفرج على التايكوندو كنت اتفرج على ساعتها كابتن طلعت مبروك ويحيى علام. في ماتش كابتن يحيى علام بابايا بص لي كده وقال لي لو عايز تعملي حاجه في الرياضه لازم تلعبي في الاولمبيكس. فانا اللي هو يعني ايه يعني ايه الاولمبيكس دي كانت بدايه ان انا اعرف اصلا يعني ايه اولمبيكس. ما بالنسبه لي كان انا نفسي ابقى بطله عالم عشان في كابتن مروه الهامي بطله عالم كانت سنه 97 كابتن تامر عمان من الاثنين من نادي الشمس فمتخيله ان هي دي حاجه كبيره قوي يعني. بس اولمبيكس بقى دي كانت بدايه ان اعرف ان في موازين اصلا غير اللي انا اعرفها كومبيتيشن اصعب الستريس اصلا بتاع الاولمبيكس ان دول اليت اتليتس اصلا من كل العالم حاجه بتحصل كل اربع سنين. دي بقى بصراحه بابايا هو اللي هو هو اللي سوى المخ بجد. التايكوندو طبعا محتاج ان انت تكون عندك لياقه. في حاجه مهمه قوي في التايكوندو اسمها القوه الانفجاريه اللي هي القوه الموازيه بالسرعه. لو عندك كويسه قوي 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 بتبقى مميز قوي. تاني حاجه المرونه بس لو عندك الاثنين ومش بتفكر تايكوندو عايز رياكشن سريع جدا. يعني انت لازم يعني لو حكيت لك الموضوع انا مش بعرف العب شطرنج قوي يعني كل الناس بتكسبني في الشطرنج بس هو شبه الشطرنج بس برتم سريع قوي. يعني انا بلعب شطرنج بفكر ان انا هلعب تايكوندو لا هو مش سرعه بقى بس نفس التكنيك بتاع اللي بيفكر قدام بس احنا بقى بنفكر في فيمتو ثانيه. اللي بيفكر قدام وبيتنبأ وبيعرف يرياكت اسرع ده مهم قوي بس مش اي حد بيعمل كده. ما هو لازم يعمل ده صح فلازم يبقى عنده مخ كويس قوي في اللعبه دي لازم يبقى فاهم تكنيك يعني تكنيكال تايكوندو بيعرف يتحرك فاهم كل الضربات فاهم كل صد الضربات يعني البلوك بتاعها فاهم اللي قدامه كويس قوي. فانت لو قاعد عندك المرونه وعندك القوه الموازيه بالسرعه توب في الاخر انت مفيش مخ وده قابلته كتير قوي. يعني مثلا اكبر مثال الافارقه يعني انا مثلا عمري في حياتي ما خسرت جوله واحده في افريقيا وكان معايا في المنتخب في نفس وزني لما انا اتصبت وراحت لعبت افريقيا ما كسبتش اصلا حتى ماتش. فالموضوع يعني التايكوندو عايز ان انت تكون فاهم تايكوندو لازم تكون فاهم تكنيك قوي بصراحه. الحاجات الفنيه طبعا مهمه واساسيه بس في لعيبه ابطال عالم كتير جدا 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 مش شرط يكونوا مرنين ممكن يكونوا اقوياء. لا يعني لو عندك حاجه وعندك ده الاساس. بص اللي يقول لك كنت بعرف اوفق في الاثنين ده يبقى جاي يهرج. لا طبعا ده كان تشالنج فظيع اكبر تشالنج في اي رياضه هو الدراسه لان في الاخر انت محتاج تتخرج محتاج تدرس حاجه مش عشان ده اللي انا عايز اقول ان ده المفروض بس انت يعني انت بتعمل كارير لحياتك فما فيش كارير في الرياضه عندنا يقدر يبالانس الكارير بتاع التعليم فدي بقى تشالنج جامد قوي. حته بقى ان انت اصلا تلعب انا كنت في كليه تربيه فنيه دي براكتيكال كلها رسم وكلها يعني بندرس الفنون الجميله والفنون التطبيقيه. انت متخيل باخد كل سنه 16 17 ماده عملي ونظري طبعا بس على الاقل عندي 11 ماده عملي
ده عايز براكتس، يعني مش مثلا انا هذاكر فخلاص، لا عايز ابراكتس، لازم كل يوم 6 7 ساعات زي ما انا 6 7 9 10 ساعات بتمرن، فهجيب وقت منين؟ فازاي اصلا في بالانس؟ مستحيل. غير بقى التشالنجز بتاعه ان عندك حاجه مهمه هنا وعندك حاجه مهمه هنا، يعني عندك بطوله وامتحان، طب انت هتعمل ايه؟ ايه اللي اولى؟ فاهم قصدي ايه؟ في تضحيات، يعني انا قعدت ضحيت بحاجات كتير قوي، يعني انا اول سنه ليا في الكليه اجلتها تماما عشان الاولمبيكس، فانا عدتها تاني، اجلتها عملت دروب بعد ما اخدت اعمال السنه كامله في كل المواد. بص، في فرق جامد جدا ما بين الرياضه لما كنت بلعب عن دلوقتي، مش بس في الرياضات اللي هي الاولمبيه او في الرياضات الغير اولمبيه كمنتخبات واتحادات، لا المصريين في اخر 5 6 سنين كده بقى في طفره كبيره جدا في الرياضه، يعني الاهتمام بالرياضه والتوعيه عن الرياضه وعن اهميتها، بقى في فاسيليتيز كتير قوي ممكن تلعب اي رياضه دلوقتي، يعني بقى في فكره ان انت تاجر ملعب في اي حاجه رياضيه وتلعب انت واصحابك، النوادي اهتمت برده وطورت الملاعب بتاعتها لان في اقبال، وانا شايفه ان دي حاجه مبهره ولازم تبقى برده يعني من اهم الحاجات اللي البلد تتجه ليها، يعني الرياضه حاجه محتاجين حلقات برده كتير قوي عشان نتكلم على اهميتها. ولا الموضوع اختلف لو هنتكلم بقى على حته المنتخبات، هحكي لك قصه برده، بحب قوي احكي قصص. يعني لما لعبت اولمبيكس كان ساعتها الوزير استاذ انس الفقي، ساعتها ايه اللي هيسافر هو اللي هيجيب ميداليه ذهب، يعني مش هدي دعم لاي حد مش هيجيب ميداليه ذهب، والفكر ده اصلا يعني بالنسبه لي غريب عن الرياضه اصلا. يعني انت هبعت لك فيديو بسيط لسه الاولمبيكس حاطاه النهارده على ازاي لعيب، ومنهم مايكل فيلبس مثلا، يعني بس ازاي لعيب ممكن يخسر في اول اولمبيكس وثاني اولمبيكس وثالث اولمبيكس ويجيب ذهب في رابع واحده، يخسر ما يجيبش اي حاجه خالص. فاعداد البطل الاولمبي ده موضوع كبير، انت مش بتلعب ويقول لك التمثيل مشرف، ولا مفيش حاجه اسمها انت لو مش هتجيب ذهب ما تروحش. في الاخر وفي الاول انت تأهلت علشان انت مؤهل ان انت تروح تلعب اولمبيكس، مجرد مشاركتك في اولمبيكس مره ماتش دقيقتين لعب انت اخدت اكسبيرينس ما يقدرش البلد ما تقدرش تديها لك بجد في 5 سنين. مجال الرياضه ده في مصر وفي افريقيا untouched، يعني البيزنس بتاع سبورتس ده فيه potential investment رهيبه. فانا دلوقتي هقدر ان انا ابقى موجوده، انا مثلا دراستي art وجرافيك ديزاين وارت دايركشن، فانا دلوقتي اقدر اعمل ده في مجال الرياضه، ليه اعمله مثلا في الادفيرتايزنج؟ يعني دلوقتي تفكيري ان كل الناس اللي عندنا في الرياضه دي ما تعملش دروب اوت اوف سبورتس، تفضل مكمله في مجالها اللي هي اختارته كدراسه او اي حاجه، بس في المجال الرياضي انت تقدر تبقى محامي، دكتور، جرافيك ديزاينر، مذيع، تقدر تعمل كل ده في المجال اللي انت بتحبه اللي انت عندك اكسبيرينس فيه من وانت عندك 7 سنين. ناس فاري يعني اكسبشنال في المجتمع، فاهم قصدي ايه؟ دول اللي هيبنوا البيزنس بتاع الرياضه اللي هو انا شايف ان هو انفستمنت كبير جدا، مصر تقدر تكسب منه يعني فلوس كتيره قوي، ويبقى وين وين سيتويشن، انت بتكسب فلوس وعامل بيزنس وفاتح مجال untouched، يعني لسه عندك رو، وفي نفس الوقت انت بتعمل شخصيه وبتعمل تنميه وبتعمل، فاهم قصدي ايه؟ فنفسي الناس دي كلها اللي في المنتخبات ولادا وبناتا يشتغلوا في الاتحادات، يشتغلوا في النوادي، يشتغلوا في مجالهم اللي اختاروه بيحبوه في مجال الرياضة نفسه كمان. دي حاجة من الحاجات اللي أنا نفسي فيها. تاني حاجة ودي بالنسبة لي يمكن أعم وأشمل وأكبر وفاليوبل أكتر، إن الناس تهتم بصحتها وبالرياضة، الرياضة اللايف ستايل. ما ينفعش يعني أنا كنت قلت لك إن آخر 5 6 سنين حصل طفرة جامدة قوي 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 في مجال الرياضة، ده بقى بيشيل من على البلد بتاعتنا أعباء صحة مش طبيعية. لو قلت لك ان في 3 مليون ده تقرير لل WHO، في 3 مليون بوينت حاجه في العالم بيموتوا كل سنه من قله الرياضه، مش ان هما ما بيلعبوش رياضه وبيجي ده غير اللي بيجي لهم امراض ملايين تانية، يعني lack of exercise، يعني بيلعب رياضه بس مش كفايه، في عدد ساعات معينه في الاسبوع الانسان محتاج يلعبها. لو بصيت على جسمنا الجوينتس بتاعتنا، الماسلز بتاعتنا، التشريح بتاع جسمنا، ربنا ما خلقوش خالص عشان احنا نقعد على الكرسي او نقعد نعمل اي حاجه من لا احنا اتخلقنا زي ما كده الكون كله بيتحرك ماشي، احنا كمان اتخلقنا عشان نتحرك، ومش نتحرك بس، اللي هتفرج على الاولمبيكس بجد بقعد ابص لقد ايه بجد جسم الانسان بيقدر يعمل، شوف كل رياضه كل حد محترف فيها عشان ادى وقت لده وديسيبلين معين قدر يوصل للاحتراف ده في حاجه، يعني جسم الانسان بقى نفسه انا فخوره بيه كبني ادم ان انا ممكن اعمل ده وممكن اعمل ده
القدرات اللي جسم الانسان ممكن يعملها. ده بكل التشريح اللي احنا خدناه ده مش عشان احنا نقعد خالص وما نتحركش، وغير ان احنا لما بنقعد خالص وما نتحركش بنتعب، بنتعب منتلي جدا وبنتعب فيزيكلي، للاسف بنطور امراض وامراض مزمنه، ودي حاجه من الحاجات البلدي انا نفسي ان هي ما تواجهش. طبعا اقتصاديا انت هتقلل الكوست بتاعت المشاكل الناس اللي عندها امراض الهيلث يعني، وهتعمل ناس شباب عندها صحه كويسه وعقلها كويس تقدر تخترع حاجات كتير قوي في مجالها وتطور.